أي. مشي عليك فاطمة الزهراء، مشي عليك روح قول. أمك أريد أن تقوى يا سيد الوالد. واحد من النواب قبل الانتخابات بعشر كام قلت له أستاذ ردنا سبويسات بس شارعنا والله تعبان وما نقدر كلش طين وعندنا مرضى وإحنا 40 بيت. أي. قال لي والله العظيم والله العظيم هذا قسم وهسه الدنيا الغروب والله العظيم بس أفوز والله العظيم أجيب لك السبويس. قلت له ماشي يا محافظة أنت يا منطقة. خلصت الانتخابات أي. رجعت لي قلت له أستاذ أنت فزت والحمد لله وشكرا. قال صدق شديد فلان تعال خلي سبويس أمشي لفلان. إي والله باكر وصار لي قسم بالله 60 مرة أروح لي مو مرة 60 مرة سبويسات هن ما بين حتى السيارات الله شاهد. أنت بيا محافظة هاي يا هاي أبو علاوي من السماوة والله من السماوة من السماوة يا منطقة عدالي جليل يا منطقة السماوة برميفة يعني النائب هسه هو يداوم بالبرلمان يداوم خير من الله خير خير عنده فلوس طبعا تعشر تمطر عليهم ما صار هواي من داومة أبو علاوي هسه ما تنطر عليهم يخاف تليفون واحد لأي واحد من جماعة البلدية يفضل لنا شغلة زين بعد ما شفتوا السيد النائب والله أدق عليه ما جاوبني عشان أول مقالمة أدق عليه يفتح عليه خطأ بعد ما خلصت حلاوتنا الظل بعد ما يفيد مو والله والحسين يعني تعبانين كلش والحسين المنطقة كلها تعبانة يعني والله يا أخوي الجريمة الموجودة بالسماوة بحسب احصائيات الدولة 52% من الفقر بالسماوة يعني لا الله يرضى بيها ولا بنادم يرضى بيها او تجي وراء الديوانية ها عندي والدي معوق ووالدتي بيها سكر وجلطة وضغط اي تشتغل حسين لا والله انا بالنسبة لي اشتغل يعني شغل يعني ما يعني ما اريد يعني احكي فيها بالاعلان يعني تدري بي هذول الله وكلك سبيت سمعوني قبل يغلفوني انا واهلي اي والله يا با صحيح والله اريد شغله من عندك استاذ المهمه هاي وانا من 2000 والله العظيم قسم بالله وهذا طول عليك كاني من 2000 من 2000 و16 قالوا لي هم هذول يعني النواب هالساعه حاليا والسابقا قلت لهم بس عاد اوصل يعني عذر ان خاف انت هذا الشخص ما اعرف يعني خاف يعني انا اخاف يصير حاجات عليك اريد من الله منك اي مشي عليك فاطمه الزهراء مشي عليك روح قول. امك اريد تقوى يا سيد المالك بس هاي سيد المالك والله العظيم 2016 والله ما خليت واحد ما حرمه صوتي ليش عندك والله العظيم ليش توصل لي ايش عندك يا ابن المالك دني سوالفك وسوالف فرد سوالفني بركة الله يساعدني بهن بركة الله ما خلت واحد ما والله هو هذا النائب قال والله العظيم بس ابوسه وصلت لي وطلع قبل بعد هسه الاخوه مكتب السيد المالكي يسمعون هذا الرجل ادى سوالف ويا السيد المالكي اذا تردون تليفونه اتصلوا ونعطيكم رقم تليفونه وحققوا له هذا الطلب يقول لك انا من 2016 اريد اشوف نور المالكي